بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الهدى المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم بفضل الله ومدده لنا وقفة مع الدرس السابع من دروس الأسدس الثاني للسنة الثالثة إعدادي ضمن مدخل الاقتداء، وهو بعنوان إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري وأم سليم كنموذجين. بعد أن اشتد البلاء بالمسلمين، خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة تاركا داره وماله بعد إذن الله سبحانه له بالخروج منها إلى يثرب، وبعد أن بايعه الأنصار في بيعة العقبة الأولى والثانية على النصرة والإيواء. فما المقصود بالإيواء؟ الإيواء هو حسن الاستضافة والإكرام والحرص على خدمة وتلبية حوائج الضيف مع تجنب الإيذاء بالقول أو الفعل، مما يحقق الإطمئنان والاستقرار النفسي. لم يكن لدعوة الإسلام أنصار في مكة فقط، بل إن أهل يثرب كانوا أهل نصرة وإغاثة وإيواء، فآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه. ومن مظاهر ذلك نذكر ما يلي: أولا، إيمانهم بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. ثانيا، الفرح الشديد بقدومه صلى الله عليه وسلم واستقبالهم له بنشيد طلع البدر علينا. ثالثا، تسابقهم وتنافسهم على استضافته صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال اعتراض طريق الناقة وأخذهم بزمامها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. رابعا، ترحيبهم وإكرامهم له صلى الله عليه وسلم ولجميع من هاجر معه، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. في هذا المحور سنقف عند نموذجين. النموذج الأول أبو أيوب الأنصاري من الرجال، من مظاهر صدق محبة هذا الصحابي الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا، إيواؤه واستضافته للرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. ثانيا، تخييره له صلى الله عليه وسلم بين ما يملك من دوره. ثالثا، الحرص على خدمته وإكرامه صلى الله عليه وسلم من خلال تقديم الطعام له صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا صنع طعاما لا يأكل منه حتى يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة، كما كان رضي الله عنه يحرص على عدم إزعاجه من خلال التقليل من الحركة خوفا من إيذائه صلى الله عليه وسلم أو تناثر الغبار عليه. قال أيوب رضي الله عنه: انكسرت جرة ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. أما النموذج الثاني من النساء فهي الرميصاء بنت ملحانة أم سليم. هذه الصحابية الجليلة من السابقين الأولين للإسلام، ولها روائع تدل على صدق إيمانها ومحبتها ونصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك نذكر إهداء أعز ما تملك ابنها أنسا لخدمته صلى الله عليه وسلم، تقديم الهدايا والطعام له صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أم سليم مثالا للكرم والعطاء في مختلف وجوه الخير، فضلا عن المشاركة في الغزوات تداوي الجرحى وتحمل السقاية، بل حملت خنجرها دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. وبهذا وغيره فقد كان لها شرف البشارة بالجنة نتيجة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصها الشديد على خدمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة
فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي طلحة. وبهذا نكون قد بلغنا نهاية الدرس، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى درس آخر بحول الله. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن اليوم